السلام عليكم. النهارده جايبه لكم طريقه عمل الشنطه التحفه دي. ممكن تستخدميها شنطه عاديه، ممكن تستخدمها للاطفال في اللانش باج. ليها استخدامات كتير وهي بجد عمليه وشكلها تحفه قوي وشيك جدا، ومش هتاخد منك يعني ساعتين ثلاثه بالكتير جدا، وتكوني مخلصاها. وطريقتها سهله جدا، كل اللي هتحتاجيه معانا الخيط ده والوش الخشب. طبعا في منه اشكال كتير واحجام كتير، وطبعا الابره بتاعتنا والسلسلة وباقي الكماليات بتاعتنا. هنبتدي بقى بسم الله. طبعا اول حاجة بنبدأ ندخل الخيط بالشكل ده في الفتحات بتاعت الوش بتاعنا الخشب. تعملي مثلا 2 حشو، وفي الفتحة التانية 1 حشو، 2 و1، علشان ما يبقاش الشغل بتاعنا مبهوأ قوي او ضيق. يعني انا شايفة 2 و1، وممكن في الكيرف اللي في الشنطة تعملي كل فتحة 2. طبعا هنكمل بقية السطر، ونبدأ نكمل السطر اللي بعده حشو عادي خالص زي ما انتوا شايفين. انا دايما بحب اشتغل الشغل بتاعنا في الغرزة اللي برة، يعني هو بيبقى ليها الغرزة خيطين، انا بشتغل دايما في الغرزة اللي برة، بتعمل شكل لطيف جدا معانا. طبعا انت لو عايزة توسع الشنطة، يعني ما تبقاش على قد الخشبة بس، تبقى اكبر، ممكن تبدأي توسعي معانا في الغرز. طبعا انا مش عايزة اوسع، في هحط فوق كل غرزة سقط او حشو برضك، يعني انا مش هزود ولا هنقص. طبعا كل ما هتشتغل السطور بتاعتنا، كل ما الشغل بتاعك هيبدأ يلف معانا زي ما انتوا شايفين. طبعا انا خلصتها مثلا 4 او 5 سطور حسب الحجم والعمق اللي انتوا عايزينه. عايزين نعمل بقى الظهر بتاعه، هنعمله ازاي؟ عشان كتير منكم سألوني ازاي نطلع الشكل مظبوط زي الوش بالظبط، زي الوش الخشب. انا بعمل ايه؟ بعمل عدد سلاسل. طبعا كل شنطة هتختلف عن التانية، فبالتالي انا مش هقدر اقول لكم مثلا 10 سلاسل 15 سلسلة، انا مش هقدر اقول ده. فبعمل ايه؟ بقيس على الشنطة، بقيس السلسلة لحد بداية الكيرف بتاعنا. يعني مجرد ما الشنطة تبدأ يبقى ليها كيرف، انت هتقيسي عدد السلاسل عليه، تمام؟ وبعد ما تخلصي عدد السلاسل بالظبط، تبدأي بقى ترجعي في السطر عادي خالص حشو زي ما احنا متعودين. هنبدأ نحط فوق كل غرزة غرزة حشو عادية خالص، بدون زيادة وبدون نقصان، لحد ما نخلص بقية السطر معانا. طبعا انت وانت بتشتغلي حاولي تسبحي، حاولي تذكري ربنا عشان تاخدي ثواب وانت قاعدة شغالة. شايفين الشغل عامل ازاي؟ انا دلوقتي وصلت لحد اخر السطر، هبدأ احط فوق في الغرزة الاخيرة مثلا 7 غرز حشو في نفس الفتحة بتاعت الغرزة الاخيرة، 7 8 حسب ايه ما الفتحة معاكي هتاخد الشغل بتاعنا. يعني حاولي تخليهم 7 او 8 او في الرينج ده. يعني هتخلصي طبعا هتلاقي الشغل لف معاكي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ ارجع عادي فوق كل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بمسك الخيط وضيقه من هنا عشان الفتحة بتاعتنا ما تبقاش واسعة، وهبدأ ارجع عادي خالص فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما اخلص السطر زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا كده زي ما انتوا شايفين احنا خلصنا السطر. هنبدأ نطلع بغرزة ونلف الشغل معانا لورا زي ما انتوا شايفينه كده، ونبدأ نشتغل بردك فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. انا طبعا زي ما انا لسه قايله لكم من شوية، انا بشتغل في الخيط الغرزة بتبقى فيها خيطين، بشتغل في الخيط دايما اللي جوه او اللي بره على حسب وش الشغل بتاعنا فين، بحيث ان انت لما تلفي الشغل هتلاقيه عامل سطر كده شكله لطيف شوية في الشغل. هنبدأ نكمل الشغل بتاعنا لحد ما نوصل لحد الدوران. اول ما نوصل للدوران هوريكو ازاي هنشتغل دلوقتي. كده انا خلصت ووصلت لحد الدوران، هبدأ احط فوق كل غرزة غرزتين حشو، فوق كل غرزة غرزتين حشو، ده تاني سطر معانا على طول علشان الشغل ما يلفش معانا وما يطلعش مبهوأ او مزود.
تمام. فاحنا هنحط فوق كل غرزة غرزتين حشو لحد ما نخلص الدوران بتاعنا، ونرجع تاني فوق كل غرزة غرزة واحدة حشو بعد ما نخلص بقية الدوران بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد ما نخلص هنكمل ونحط فوق كل غرزة غرزة بقى عادي خالص لحد ما نخلص بقية السطر معانا. هنكمل بقية السطر بتاعنا لحد ما نوصل للآخر، وهنطلع عادي زي ما انتوا شايفين بغرزة حشو، ونلف الشغل بتاعنا ونبدأ نكمل لحد ما نوصل الدوران. لما نروح عند الدوران هقول لكم هنعمل ايه. احنا عادة اول سطر زي ما قلنا السبعة او تمانية، تاني سطر بنحط فوق كل غرزة غرزتين حشو، تالت سطر هنخلي زي ما انتوا شايفين كده اتنين حشو وبعدين واحدة، اتنين حشو وبعدين واحدة. ليه بنعمل كده؟ انا عايزة الشغل بتاعنا يبقى مفرود، ولا يبقى مبهوأ، ولا يبقى مضموم. انا عايزاه يبقى مفرود. فانا اول سطر بنخلي اتنين في كل غرزة، تاني السطر اللي بعده هنخلي غرزتين وبعدين غرزة، غرزتين وبعدين غرزة. وانتي برضك هتكوني حكيمة معانا. انا هنا خلصت السطور كلها، بس زي ما انا قلتلكو هنعمل ايه، بخلي اول سطر غرزتين، تاني سطر غرزة غرزتين، تالت سطر بفضل اقل غرزتين غرزة غرزة غرزتين، وهكذا لحد ما اوصل للحجم المطلوب. زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا كده عملتهم الاتنين قد بعض بالظبط. دلوقتي بقى هبدأ اخلي الشغل بتاعي يبقى ليه عمق. هخليه ازاي؟ الغرزة الخلفية زي ما انتوا شايفين بدخل الخيط بطريقة معينة ما بين، شايفين ما بين الغرزة، بدخل ابرة كده واطلعها، وبعدين اخد لفة وارجعها من نفس المكان. بصوا، بدخل الابرة واطلعها، واخد لفة واطلعها من نفس المكان. دي اسمها الغرزة الخلفية، بتخلي الشغل بيقلب اتجاهه. يعني انا بخليه 2D بقى، يعني اخليه في الاتجاه التاني. هكمل طبعا بقية السطور داير ما يدور بالشكل ده. شايفين بقى ليه عمق ازاي؟ طبعا كده انا خلصت بقية السطر معانا. هبدأ بقى ان انا اطلع حشو فوق كل غرزة عادي خالص زي ما عملنا في الشغل التاني. عايزة تعملي بقى العمق بتاعك براحتك جدا، تعمليه 3 سطور 4 سطور 5 سطور، عمق الشنطة ده بتاعتك يعني براحتك خالص. انت عايزاها تكون تشيل حاجات اكتر، فطبعا هتزودي عدد السطور بتاعتك. انا هنا بطلع حشو عادي خالص زي ما انتوا شايفين. انا كده عملت لها بتاع 4 سطور مثلا. هبدأ احط الشنطة على الوش على الظهر زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ الزقهم ببعض برضك بالكروشيه. يعني انا ما بخيطش خالص زي ما انتوا شايفين، كل الشغل منه في بعضه، فبالتالي الشغل بيبقى متماسك جدا، ما بيبص بيبقى قوي جدا. بطلع زي ما انتوا شايفين، باخد غرزة حشو كل غرزة وفي وش التانية باخدها حشو مع بعضيها. شايفين؟ طبعا انا باخد الفتلة الداخلية بالفتلة الداخلية. شايفين عاملة ازاي؟ طبعا هكمل بقية الشغل بتاعنا بالشكل ده، وطبعا هسيب مكان الكيرف كله اللي هركب فيه السوستة. طبعا هنا بعد ما خلصت ركبت السوستة، وركبت لها الايد الحديد اللي انتوا شايفينها، وركبت لها اكسسوار بتاعها. بجد الشنطة ما خدتش وقت خالص، تقريبا 2 ساعة. طلع تحفة جدا، نتيجة هايلة، وكمان قوية وشكلها شيك جدا وعملية. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي.